هو يعني المغرب بلاد ديال يعني الفوارق الكبرى المجاليه والاجتماعيه، وحتى حسب النوع تشوفوا المراه تعاني، راكم كتشوفوها في المعابر ديال سبته ومليليه، وكيفاش فتوره العطش كيفاش ولا مي كيفرقوا على القفه وتداسوا بالاقدام وتموت. يعني هذا مغرب ديال الفوارق الكبرى، والجواب كان خصو يكون هو دوله اجتماعيه، دوله كتعتني بتقليص الفوارق. الدوله هذه يعني غاديه في اتفاقية التبادل الحر، غادية في تدبير المفوض، وهذا الشيء ألهب فواتير الماء والكهرباء وألهب الأسعار. وفي نفس الآن كيجيونا أجانب، مرحبا من أجانب، حنا بغينا نستمروا كيجيو يسكنوا عندنا، وهما حتى هما كان من العوامل اللي جعلتها أنه هذه الأسعار يعني تلتهب والدولة لا تعتني، لأنها داخلة في سياسة جلب الاستثمارات الخارجية، وأنها لا تعتني بالفئات المهشة. يمكن نقول لكم يعني التقارير الأخيرة اللي كتبين الفوارق، جهة ديال الرشيدية اللي فيها ماء، فيها يعني غنى طبيعي، فيها موارد بشرية مهمة جدا، النسبة ديال الفقر حسب يعني الأرقام الرسمية 14.5% ديال الفقر المدقيع، يعني عار. حنا واحد البلاد فيها 35 مليون والأرض كبيرة وعندنا مؤهلات كثيرة، ولكن الثروات ديالنا تنهب يعني من قبل جهات خارجية وداخلية، وأنها كان هناك الاحتكار، وهذا الشيء يجعل بأنه المغاربة يكتوون بالغلاء، ويجعل بأنه الطبقة المتوسطة في المغرب اختفت، لأن كان هناك أجور متدنية وتجميد الأجور، وهذا الشيء كله كيتطلب إصلاحات عميقة في البلاد، وكيتطلب واحد النهضة باش يمكن لنا أننا نغيروا بلادنا. والتغيير المدخل ديالو سياسي، خصنا بلاد ديمقراطية، خصنا بلاد كتحترم الحقوق، بلاد ماشي غير فقط كتوقع الاتفاقيات ولا تحق الحقوق.